تعالى طب انت كمان يلا يا جدع يا جدع. لا 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 طلعوني طلعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم لعبة جميلة جدا. في الأول كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايب لكم لعبة جميلة جدا، يمكن لعبة قديمة وما انتشرتش قوي، بس لعبة دمها ظريف جدا، هتعجبكم جدا، يا رب تستمتعوا. ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا على طول نشوف ايه اللي هيحصل. ايوه هنمسك الاخ ده، هو اللي مسكنا، عاوزين نرمي في المحرم. بيضرب. تعال. طبعا انا اللي لابس خوذة خضرة ده. مش راضي يسيب. عمالين بيضربوا فيا. بضرب فيهم. الاخ القط الازرق ده رماني. لازم اطلع لازم اطلع. بتاع مسكت في رجلي مش قادر. ايوه اخ القط ده واضح ان هو حد حريف، عمال يمسك في الناس. امسكوا انتوا الاثنين. تعال انت الاول، سيب الدرع ده. ده بيضربوا بالبواني على طول. انتوا شايفين شايل الاثنين. الاثنين وهرميهم. هما مش عايزين يترميوا طبعا. انا لسه مش حريف قوي فيها اللعبه دي، بس يعني عجبتني فكرتها. ايوه انتوا الاثنين مكانكم مش هنا، مكانكم مش من هنا. المفرمة مستنياكوا. يا ابني سيب الحيطة اللي انت ماسك فيها دي. يا ابني ضربوا بروسية كده، بس مفيش فايدة. لو في واحد ضرب بروسية ممكن نرميه. صحي على طول. تعال رايح فين يا عم بقى يا عم بقى يا عم بقى. احنا مش عبطين احنا. لا 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 انا اللي هقع كده. لازم اطلع. وقعنا احنا الاثنين في المطرمه. لسه ما وقعناش. هو عايز يضربنا. انا على فكره هو مش بيضرب الراجل ابو اصفر. اللي لابس اصفر ده يعني مش عارف انا. يا الله وقعت في الميه في الاخر. طب هو مش عارفين الازرق هيعمل ايه مع الاصفر. الاصفر ماسك في الحيطه كده زي ما انتم شايفين، عمال بيديله بالشلوت وبالروسيه ومش سايبه في حاله، بس مفيش فايده برضه. مش راضي يسيب في الحيطه، ماسك في الحيطه. وقع في المطرقة. لا لسه مسك واحد، وقع في الماء. يا الله. طيب مستوى غيره. نشوف كده نمسك الاصفر ده ايه دنيته. هذا القطر ده بينفصل، فعايزين ايه نرمي الاصفر من هنا. بنتي بروس. طب انا اللي كسبت يا جماعة. نمسك الازرق ده. مش عارف الناس رايحة فين. الأزرق وقع. لا لسه. عايزين نرمي الأصفر ده. تعالى تعالى اشربي. ماسك متبت في البتاعة دي. بصوا كده ادي. يلا السلام. يا الله. يا عم وقع. بديله بالشلوط طبعا عشان يقع. ما وقعش. وقع تقريبا. وقع. طيب كده فاضل واحد. ولا لا خلاص انا فزت كده.
هو كان لسه ماسك في العجلة بتاعت القطر تقريبا. فالمرة اللي فاتت الأصفر اللي فاز فاحنا فرمنا المرة دي تحت العجلة. طيب خلونا نشوف اللي بعده. الأصفر والأزرق، الواد الثاني عمل ديسكونكت. تعالى كده، مش عارف بمسك في أي حاجة. لا لا لا، صلي على النبي كده، صلي على النبي. تعالوا انتوا الاثنين. طيب تعال، انت هتتشدد له يبقى تعالى. تعالوا بقى، تعالوا انا هرميكم من فوق البرج ان شاء الله النهارده. تعالوا كده انتوا الاثنين مكانكم في الزبالة. لا لا لا، واحد فلت، خد يا حاج. طب نرمي ده الاول، لحق نفسه. تعالى يا جدع بقى، تديله بالبنية عشان ايه يغمى عليه. لسه ماسك برضه، تديله بالبنية وترميه على طول. مسك فيه. لا 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 لا، ايوه اوكي اوكي، كل حاجة تمام. متقلقوش، تمام. رمينا ده، ناخد ده بكل سهولة يا جماعة. لا لا، ده بيمسك في الواحد ده. تعالى تعالى من هنا يا عم، انت هتترمي ولا ايه نظامك النهارده؟ بكل سهولة، نوع احنا الاثنين للأسف، للأسف نوع احنا الاثنين. طيب بسيطة بسيطة، نعوضها المرة الجاية. لحد دلوقتي انا واخد نجمة والاصفر واخد نجمة. طيب خلونا نشوف دي بتاعت ايه. دي بيقعدوا يرموا عليك حاجات من فوق كده. نعمل الاصفر، تعالى يا ابني، انت كل مرة هتهرب، مش هسيبك بقى المرة دي. الله، في واحد وقع. لا لازم تتضرب بقى يا ابني، الدسخوس ده يرغمي. يا الله. انا افتكرت ساب الحيطه، فقمت سايب انا على اساس ان انا هقوم حاتفه الجنب التاني، بس طلعت انا اللي مش ماسك كويس وقعت. طيب دي صابوي. اللعبه دي على فكره على متجر ستيم يا جماعه. تاني الاصفر، طبعا هسيب الاصفر للاخر، نمسك الازرق. فكرة انت ترمي الـ ترمي الـ ترميهم تحت عجل القطر اللي بيجي. تعالى بس، تعالى بس، مش شايفين حاجة. أنا ماسك فيه بس إيه، هو اللي مش طيب. مش عايز تيجي أنت، مش عايز تيجي. لو وصلك بس من البنية، هو إيه الموضوع؟ هو واحد يمسك لي في حيطة، واحد يمسك لي في عمود، فيه يا جدعان؟ عاوز إيه خلق ربنا؟ عاوز يسيب. طيب لا ما تمسكش ده، سيبه ده كده كده بيمسك لحد الاخر. تعالى يا كابتن، تعالى. يا رميته في ناحيه غلط للاسف، القطر لسه لا اقعد تحت. القطر مش جاي ولا ايه؟ بس خدوا القطر. نشوف بقى الاصفر ايه قصته. تعالى، والله هشيلك بالتلاجة اللي انت ماسك فيها دي. ارمي هنا، تعالى تعالى، انت ايه موضوعك؟ لا هتقعد تفرفر كتير والله بالروسية، مش شايف حاجة. بس خد روسية ترمي كده، لسه ما كانش في روسية كويس يعني. بالسلامة. شايفين كده اللعبة يعني في الحلاوة، برغم ان انا يعني على فكرة ده يمكن تاني مرة العبها او ثالث مرة العبها، وما كنتش عارف ازاي اشيل الناس، كنت كل مرة اتشال واتحدف، يعني كل مرة حد يشيلني ويحدفني ومعرفش ازاي، لحد ما عرفت التحكم بتاعها. ممكن نقوله في اخر الفيديو عشان اللي حابب يلعبها. طيب احنا نشيل الاتنين دول، بس المشكلة ان الحبل عالي شوية. طب سيبني، عايزين واحد واحد. طيب اهو سبت اهو. طب انت عايز ايه بقى؟ ايوه ارميه، تعالى سيبه، ما تمسكش فيه، انا هرميه خلاص. يا جه في الحبل،
تعال انت هتعمل ميت. يلا بالسلامة. تعال انت هنا مفيش حاجة تمسك فيها. انت هتتعبنا باين عليك. باين عليك. عمال يضرب فيا. يلا يا عم توكل على الله. طبعا زي ما انتوا شايفين انا اللي طيب يا جماعه انا كنت قلت لكم الكنترولر بتاعها هيبقى ازاي عشان اللي حابب يلعبها. الاول اللعبه دي ما بتتلعبش بالماوس والكيبورد، ممكن تتلعب بس صعبه جدا بالماوس والكيبورد، بتتلعب بالكنترولر احسن بتاع البلاي ستيشن او اي جيم باد او حاجه زي كده. المهم بتتلعب بالكنترولر. في المفروض الار 1 والار 2 كل واحد فيهم بيعمل دراع بيمسك، يعني مثلا الرايت اهو طبعا ده لو قربنا لاي حاجه زي ما انتم شايفين ماسك اهو بيمسك دي اهو ده كده الار 1 او الار 2 على حسب ما انت تظبطها. انا ظبطها ار 2 تمام. ال L2 برضو هيمسك بالدراع الثاني اهو، بنسحبها لورا بس تقيله طبعا محتاج نمسكها بالدراعين. فلو عايزين نمسكها بالدراعين ار 1 وار 2 هنفضل ماسكينها بالدراعين اهو، مش متثبت كده، خلينا نمسك حاجة خفيفة ونرفعها اهو بالدراعين كده ونحدفنها تمام. طيب بالدراعين ده خلاص احنا قلنا الار، كل ار فيهم دراع تمام. في كل برضو زرار ليه تحكم، الاكس طبعا هينط والهولد بتاعه هيقعد تمام. الدايرة هيدي بالروسية تمام، والهولد بتاعها هينام بدماغه زي ما انتم شايفين كده. نشوف على وش، نشوف وشه كده شكله ايه. الهولد بتاع الدايره او بتاع السيركل هيبقى ايه كده، او يا اما الكليكت بتاعتها هتبقى بيدي بالروسيه. طيب بعد كده المربع بيدي بالشلوت لو الكليكت الهولد بتاعها هينام زي ما انتم شايفين كده تمام. بعد كده فاضل ايه، المثلث او التريانجل هيفضل رافع ايديه لفوق كده تمام. ده معناه ان انا لو ماسك حاجه زي دي ارفعها ازاي، اعمل هولد على التريانجل تمام او على المثلث تمام. اهو جاي كده وعامل لها ريليز، بسيبها بالار 1 والار 2 واقوم ماسك كده اهو رافع واقوم اجري واسيب الار 1 والار 2 يقوم حادفها تمام. ده كده بالنسبه لايه، طبعا ده احنا قلنا بينط كل حاجه تمام. طبعا الموفمنت عادي، الموفمنت عادي بالستيك او بالاتجاهات على حسب ما انت هتظبطها. طبعا تقدر تمسك اي حاجه تمام. عايزين نحذف البتاع دي بس تقيله شويه اهو، هتقع على دماغي، مش عايزه تقع. نزقها طيب، نديها مروسيه طيب، شلوك اي حاجه، مش عايزه تقع تمام. كتف القطر تمام كده ايه، فضينا المحطة. عايزين نشيل مثلا الحاجتين دول، تعدي تقيلة شوية هنحذفها ان شاء الله اهو. نحذفها قدام القطر، القطر طبعا بياخد في وشه اي حاجة ما بيفرقش معاه تمام. طبعا لو عايز مش ده، لو عايز تقوم ايه حد تحطه قدام القطر طبعا حاطط واحد قدام القطر بالطريقه دي القطر جه خده. يتفضل حاجه صعبه بس يعني لما هتتعود عليها تبقى سهله، الكلايمب بتقوم ماسك عادي الحيطه كانك عادي ما فيش اي مشكله، بتهولد على الاكس، تفضل عامل هولد على الاكس وتدوس اتجاه لفوق او ناحيه اتجاه الحيطه يعني، وتبدل في الدراعات اهو، تبدل في الدراعات بيعمل ايه كلايمب. هي صعبة فعلا، كل ده انا عامل هولد للاكس ويا اما للار 1 او للال 1 ليه؟ وطبعا دايما عامل اتجاه ناحية الحيطة ليه؟ عشان يفضل ماسك كده. شوف لو هسيب الاكس والاتجاه هيتشعلق بس مش هيعمل. فالكلايمب تاني بنفضل عاملين هولد بالاثنين، نعمل هولد على الاكس في الاول معلش، هولد ليفت ورايت L1 وL2 تمام، وهولد على الاكس وهولد الاتجاه اللي انا طالعه، وافضل ابدل بقى طول ما انا طالع اهو اهو، ويطلع على طول. دي مش هتلاقي حد يقولها لك قوي يعني،
صعبة شوية تلاقيها، بس في ناس عملت بصراحة حاجات زي كده على اليوتيوب، أنا جبتها منهم أصلا. طبعا لو عملت هولد وانت بتمشي هيجري برضو، لو عملت هولد على الاكس وانت بتمشي هيجري. ده كده كل الكنترولر عشان البتاع هيقفل. طيب يا جماعة، ده كده اللي كان معانا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك وتعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لنا تحت الكومنتات الحاجات اللي عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.